كنت أصلي، أنا كنت أصوم. طبعا قبل بن لادن نحن شفنا خميني قتل الناس حتى قتل المسلمين. اطلب من الناس، أنت إيراني؟ نعم. أنت مسلم؟ لا لا، أنا مش مسلم. شو اسمك؟ جمشيد. ممكن كان عنده علي قبل البارحة، لكن اليوم صار جمشيد. مع الأسف رجال الدين سرقوا الثورة. نحن رأينا بأن الخميني كذب. تفضل سيدي. بونجور، كمان سافا؟ تفضل سيدي. تفضل تفضل. أهلا أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا. يا أهلا سيد. مرحبا. مرحبا. كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. والله نفتخر نشوفك هنا في باريس. أشكرك. سيد نجاح محمد علي. كوماندي ان فرانسي كما يقولون بالفرنسية. جراند كوريسبوندان. يعني صحافي كبيرة جدا. ونحن دائما كنا مفتخر بك حبيبي. يعني البطولة الثقافية كان عندك عندما كنت أشوفك في تلفزيونات. والله نفتخر بك. شكرا لك. برافو عليك. أنا حسن عباسي، بس غيرت اسمي منذ 13 سنة، وحاليا سياوش أفيستا. سياوش هو ضحية من أجل الحرية الإيرانية منذ 4000 سنة. ابن الشاه، ابن الملك، ولكن صار عنده مشاكل وقتلوه هيك. وأفيستا أول كتاب حضاري ثقافي وإيرانية كتب كما يقال بيد زرتشت. أفيستا كتابه. سيد نجاح محمد علي، تعرف بأن دكتور مهدي خزعلي هو الرجل من مخابرات الإيرانية منذ رفسنجاني، وأبوه أبو القاسم خزعلي أحد كبار رجال الدين الإيرانية. هو قال لي منذ أحمد نجاز أخذ السلطة، قال لي بأن أحمد نجاز غير اسمه، وهو اسمه كان سابورتشيان، وكان من أسرة يهودية إيرانية. غير 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 اسمه، اسم الأسرة اسمه محمود، لكن اسم أسرة كان سابورتشيان. وأنا بعطيك نسخة من بطاقة الهوية لأحمد نجاد، حتى أنت بتشوف مكتوب بأن سيد أحمد نجاد غير اسم الأسرة من سابورتشيان إلى أحمد نجاد. هذا الوثيقة خزعلي كان في يده، لأنه كان أحد الرجال المخابرات في زمن الرفسنجاني. عندما انتشرنا هذا، بعدين صار اتفاقية بين السيد خامنئي وسيد رفسنجاني، فلذلك 4 سنين الأولى ما حكوا عن هذا القصة، ما قالوا بأنه من أصل يهودي أو لا. أما مرة الأخرى كان يريد أن يأخذ السلطة، عندما أجا في التلفزيون الإيرانية وقال بأن سيد رفسنجاني هو إنسان مش كويس، سرق كثيرا من الأموال الإيرانية إلى آخر، بدأوا أن يحكوا عن اسم الأسرة يهودية أحمد نجاد. في هذا الكتاب سازمان جاسوسي الله أنا أكتب أسرار كثيرا جدا عن هذه القصة. هذه القصة بأن مش أنا سياوش أفيستا أقول هذا، لا، الرجال الذين خدموا الثورة الإسلامية مثل رفسنجاني، مثل مهدي خزعلي، مثل مهدي هاشمي ابن هاشمي رفسنجاني، هم الذين قالوا بأن أحمد نجاد. حتى كروبي عندما كان في التلفزيون الإيرانية أمام أحمد نجاد قال سيد أحمد نجاد كل ما عملتم أنتم خدموا أجانب، خدموا الأجانب ما خدموا الشعب الإيرانية. وتعرف سيد على سيد نجاح محمد علي، أنا أظن بأن تعرف أم لا، صار في سنة 2007
1967 احمد نجاد كان بطل للتلفزيون الاسرائيليه. في زمن الحرب مع بيروت، اسرائيل مع بيروت، الجيش مش كلهم 10 15 و20 من جيش الاسرائيليه كان صوره احمد نجاد على قميصه، وهذا موجود يعني بعتيكا. فلذلك يقال بان احمد نجاد عندما هاجم الاسرائيل وعندما قال باننا ضد اسرائيل خدم اسرائيل لكي يعمل السلام مع بلاد الاخرى. كما تعرف انت اليوم سيد نجاح محمد علي، اليوم نحن نحكي سويا، كل بلاد العالم إسلامية عربية يعترفون بإسرائيل، وكلهم يريدون أن يعمل علاقات طيبة مع إسرائيل. هذا من سبب هذا؟ سيد أحمد نجاد. ممكن هذا كويس مشان السلام في العالم. كروبي إنما كان يعمل مقابلة في تلفزيون الإيرانية مع أحمد نجاد، قال أنت كنت رئيسا للأجانب، أنت خدمت الأجانب، أنت مش خدمت الإيرانيين، خدمت الأجانب. واليوم يقال كل الناس بأن هو خدم إسرائيل لكي إسرائيل يعمل السلام مع كل البلاد العربي وإسلامي، لأن عندما كانوا وقالوا بأن أحمد نجاد هو خطر للإسرائيل، وكل البلاد العربية الإسلامية الأخرى قالوا نحن نعمل السلام مع إسرائيل. أحمد نجاد هو عضو للمؤسسة الكبيرة وعظيمة وعريقة دولية. أحمد نجاد مش نفسه، هو في داخل المنظمة الدولية. هذه المنظمة نحن رأيناه في نوري كارتا. نوري كارتا تعرفونهم، هم اليهود متطرفين الذين جاءوا إلى نيويورك سنة الماضي 5000 أمام أمم المتحدة من أجل أحمد نجاد. تعرف سيد نجاح محمد علي في زمن رفسنجاني، عندما رفسنجاني كان رئيسا للجمهورية، علي خامنئي لم أكن أحدا، وكان زعيم جالس لا يعمل أي شيء، عنده قليلا من العملة الإيرانية في يده، لكن البترول، السياسة الخارجية، السياسة الداخلية، مخابرات الإيرانية، كل على يد رفسنجاني. في الزمن الخاتمي نفس الشيء. أما منذ أحمد نجاد أخذ السلطة، خامنئي صار زعيما، وهو كان زعيم حقيقي في إيران منذ أحمد نجاد. فلذلك مرة أخرى أيضا هو قرر بأن أحمد نجاد يكون رئيس للجمهورية. Hey Alex, Sayed Rodriguez, cameraman. mehrtv.fr تلویزیون تبعنا باللغة الفرنسوية. mehrtv.fr کفرهاشون پرچم سرنگ ایران، در ذهنشان نه چیزی جز عهد و پیمان، پیمانی که آنها را می برد به میدان. هو فریدون فرخزاد قتل بیاد فرخزاد، دور از وسوسه های روح.
روح و تن بودند، سرسبزی صداقت سخن بودند، هم رزمان قهرمانان شرف بودند، تمام عمر دنبال یک هدف بودند. دار و گفتار و کردار نیک فریدون فرخ. سید نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسوی کتب لی مستر عباسی یا شانزلیزه هنا سید سارکوزی یقول با انني افتخر ان اقرا كل ما تكتب انت وعلى اخر يعني اشكرك كثيرا. وهنا في شيء اخر للرئيس البرلمان الفرنسي الاسبق سيد دوبري جان لوي دوبري كمان كتب هون سي جان لوي دوبري هو حاليا رئيس للكونسي ديتا وكتب بان فيف ديفيد عباسي فيف لا ريبوبليك يعني عاش سياوش عفيستا وعاش فرانس. انا كنت مسلم، انا كنت اصلي، انا كنت اصوم، ولكن عندما رايت ماذا فعل خميني، ماذا فعل بن لادن، طبعا قبل بن لادن نحن شفنا خميني قتل الناس حتى قتل المسلمين. انا مش موافق طبعا مع مجاهدي خلق، لكن كل مجاهدي خلق هذول المسلمين قتلوهم في السجن، في السجن، في الشارع، في برا طبعا. لا في الشارع كانوا هم يقتلون. لا في سجن 100,000 شخص. انا طبعا ما بدي احكي من مجاهدي خلق، هذا قصة اخرى، لكن هذول كانوا شباب الايران وهذول كانوا مسلم، كانوا يسلي هذا الناس. والان سيد نجاح محمد علي في طهران، انا مش موافق مع موسوي ولا مع كروبي، لكن هذا الناس مسلم مهم؟ لا. اخذوا الناس الى كهريزاك، هذول كانوا مسلم ام لا؟ قتلوا محسن روح الاميني، هو مسلم ام لا؟ ابوه يشتغل مع خامنئي، روح الاميني يشتغل مع خامنئي، قتله ابنه في مشهد. انا اعرف سيد غنيان من اصحاب الثوره، من اصحاب رجال الدين، من اصحاب خامنئي، من اصحاب رفسنجاني، قتلوا ابنه مصطفى. هذول كلهم مسلم يسلون، ولكن نحن راينا بان الاسلام في داخل ايران، طبعا تعرف احسن مني، بيختلف مع الاسلام موجود في العراق، في لبنان، حتى في بلاد الاخرى. حتى الشيعة تبع الخميني اختلف مع الشيعة مع الآخرين رجال الدين الآخرين، لأن الخميني بده يحكم، بده ياخذ سلطة، بده يجلس على مكان الشاه ويحكم شعب. الآن أنت روح في شانزليزة سيد نجاح محمد علي، في شانزليزة اطلب من الناس، أنت إيراني؟ نعم. أنت مسلم؟ لا أنا مش مسلم. شو اسمك؟ جمشيد. ممكن كان عنده علي قبل البارحة، لكن اليوم صار جمشيد، صار كورش. نحن في هذا الشانزليزة رأيت شخصيا منذ 30 سنة، أنا رأيت شخصيا بأن أبناء الرجال الدين الإيراني يأتون هون يجلسون في شانزليزة يشربون. بعد ما أنت إذا سألت أنت مسلم؟ لا أنا زرتشتي. لا أنا لا ليس لدي دين. شو اسمك؟ اسمه ممكن علي أكبر، علي أصغر. أنا اسمي داريوش. أنت تعرف أحسن مني سيد نجاح محمد علي، أنا عشت في إيران وعشت في مع الإيرانيين. الآن في برا حتى في داخل، عندما تسأل من الناس هم يحربون الإسلام، يحربون الاسم الإسلامي، ويقول ويتشبث بالعقيدة الإيرانية قبل الإسلام. ليش؟ لأن شافوا منذ 32 سنة إسلام الإيراني، الإسلام الخميني، يقتلون الناس، يسجنون الناس ويخربون بيوت الناس. أنت قلت أن الإيرانيين يخرجون
من دين الله أفواجا بسبب تصرفات رجال الدين أو الحكومة الإيرانية، وغيروا أسماءهم. أنت أيضا أحكي لنا عن حالتك وتجربتك الشخصية. عندما صار عمري 40 قررت بأن أخذ اسم سياوش أرستا لكي بكون أسوة، أقول لك أسوة لتاريخنا، للحضارة تبعنا، ولما يفكرون شعبنا اليوم. شعبنا اليوم، شعب الإيراني اليوم، شعب الحضارة العريقة الإيرانية. حبيبي أنا أقول لك شيئا لكي أكثر الناس لا يعرفونه، بأن نحن لا نريد بأن شعبنا غير دينه. أنا ضد كل أديان، لكن أقول لك بأن نحن نعتقدون بالله، ولكن زرتشتي وأفستائي مشاننا هي دستور للحياة مش دين. يجب أن تعرف هذا ويعرفون كل الناس بأن نحن لا نريد أن نغير دين الناس، لا، لكن نريد أن نعطيكم هم دستور، دستور من أجل الحياة جيد وطيب والسعادة في هذا الدنيا والجنة في هذا الدنيا. هذا مش دين، هذا دستور للحياة. زرتشت هو ما قال بأنني جئت من عند الله، قال أنا جئت ليذكركم العلمانية، علمانية المخ ومغز تبعكم، ويتخذون العلم كأسوة في حياتكم. أبدا هو ما قال بأنني بعثت من عند الله لأعمل هذا ولأعمل هكذا. فلذلك زرتشتي مش دين، كما دين موجود، دين إسلام، دين يهودي، دين دستور للحياة. وكتاب أفستا، كتاب أفستا كان مكتبة 120 كتابا، 120 كتابا من كل العلوم موجودة في العالم. يعني القصة الزرتشتية يختلف من قصة الأديان، يعتبرون بأن جاء من عند الله. بندارنيك، قفتارنيك، كردارنيك، ماذا يعني هذا؟ يعني الفكرة الطيبة، قفتارنيك الكلام طيبة، كردارنيك العمل طيبة. يجب أن تفكر، تكلم وتعمل طيب وجيد. امان منطقي، امان منطقي هو بدا انتاج الفيلم في ايران منذ تقريبا 40 سنه. ماغي ايضا معنا، ماغي صحفيه فرنسويه قابلت رجال كبير من فرنسا، وانا اترك هي لتقول لنا ماذا تعمل ومن هو. دكتور محمود رزايان يأتي من لوس أنجلوس، هو مدير مجلة المهر. سيد رحيم شريفي أحد أصدقاء شاپور بختیار و مصدق، و هو کاتب کبیر، هو مدیر مجله سهاند. سهاند تخرج من پاریس منذ تقریبا 25 سنه. این داغ که ما بر دل دیوان نهان
اولا متشکرم از آقای عباس سهر در ره می خان نهادی محصول دعا در ره جانان. ولدت في مشهد في حي نوغان وابوي شيخ عباس عالم ديني اول معلم علمني القرآن حافظ عمر خيام بعدين عندما دخلت في مدرسة يعني أول مرة دخلت في مدرسة كنت أعرف أشياء وكان هذا جيد مشاني يعني وبعدين أنا بدأت أن أكتب في الصحف الإيرانية منذ كان عمري 12 سنة وبعدين أول شيء أنا كتبته كان شيئا حول حويدة رئيس الوزراء في زمن الشاه أول ما كتبته صار مشكلة لي وأنا عمري 13 وممكن 12 في زمن الشاه كان حزبين حزب الشعب حزب مردم وحزب إيران جديد إيران نوين إيران نوين كان حزب حكومة حزب دولة حزب حويدة السلطة وحزب مردم كان مع السلطة ولكن ما كان في الحكومة في دولة يعني ناصر آمري كان زعيمه وأنا كنت في هذا الحزب وكنت زعيم الشباب في ولاية خراسان بس بعد سنتين بعد 3 سنين الشاه سكر كل الأحزاب الإيرانية وأسس حزب المباهد حزب راستاخيز راستاخيز ممكن نقول حزب الثورة لأنه أو حزب النهضة أو حزب البعث النهضة أو حزب البعث ولكن هو في مخه كان ثورة بس راستاخيز كما أنت قلت بعث ونهضة ولكن هذا الحزب والشاه قال إما أنتم مع هذا الحزب إما يروحون إلى السجن إلى يخرجون من البلد وأنا عمري 17 سنة شفت هذا المشكلة في داخل البلد وبعدين تركت الشغل الحزبية لكن تابعت الكتابة كنت أكتب في صحف إيراني مثل كاريكاتور كنت أكتب في صحف ولاية الخراسان خراسان صحيفة خراسان، صحيفة آفتاب شهر، صحيفة نبرد ما. أنا كنت صديق مع دكتور علي شريعتي وكنا صديق مع سيد علي خامنئي وكنا أصدقاء ممكن أن أقول مع رجال الآخرين مثل هاشمي نجاد والآن حتى في جوادي آملي هاشمي نجاد عبد الكريم هاشمي نجاد قتل نعم زوج عمة محمد علي أبطحي نعم وأبطحي وأبطحي مجاهد خلق لا هو أحمد أخوه كان مع مجاهدي خلق لا الذين قتلوه قتلوه مجاهدي خلق صحيح وأبطحي حتى كان صديقي لكن أنا وأبطحي عمرنا نفس الشيء لكن هاشمي نجاد خامنئي 17 سنة أكثر مني عمره ولكن نحن كلنا في مشهد وحتى الشيخ علي طهراني كنت مع هذا الناس الشيخ علي الطهراني هو زوج شقيقة خامنئي شقيقة خامنئي زوج بدري خانوم كان سنين لاجئ في العراق
ولكن خرج من العراق ودخل في إيران وحاليا موجودة في إيران. كنت شابا عمري 20 سنة تقريبا، وكنت مع الذين عملنا الثورة من أجل الحرية، عملنا الثورة من أجل التغيير في شؤون البلد. شاه اجى في تلفزيون وقال أنا سمعت صوتكم، أنا سمعت ثورتكم، أنتم تريدون التغيير وأنا بعطيكم التغيير. يعني كنا نريد التغيير بس مش حكومة دينية. متى تعتقد أنه أنت بدأت تفكر بطريقة تختلف عن تفكير الإمام الخميني وبقية رجال الدين؟ في أي وقت بالتحديد؟ منذ خميني غير كلامه، لأن عندما كان في باريس وحتى عندما كان في طهران كان يقول بأن رجال الدين لا يريدون أن يأخذوا السلطة، فلذلك أول رئيس للجمهورية ما كان رجل الدين، حتى ما كان مرشح بينهم، وخميني أمر بهذا، لأن بهشتي طالقاني هذول كله كانوا يريدون أن يكونوا مرشح للرئاسة الجمهورية، لكن خميني رفض. منذ غير رأيه السيد خامنئي صار رئيسا للجمهورية والسلطة السلطة السياسية كله جاء على يد رجال الدين، نحن رأينا بأن الخميني كذب الشعب وغير رأيه، فلذلك نحن ما كنا من أجل الحكومة الدينية، نحن كنا من أجل الحكومة السيكولار علماني والدين في المساجد. وفي تلك المرحلة ماذا فعلت؟ أنا كنت رئيس تحرير للصحيفة إرشاد، طبعا تابعت كتابة في صحيفة الإرشاد، وإرشاد كان أول صحيفة ممنوعة بعد الثورة الإسلامية في إيران، يعني بعد سنة ونص بالضبط عندما أنا كتبت نحن لا نريد حكومة دينية ولا نريد مداخلة لرجال الدين في السياسة وفي الحكومة، الصحيفة تبعي صار ممنوع. لكن 6 أشهر أنا تابعت صحيفتي في داخل إيران، ولكن بعد 30 من خرداد 60 تاريخ إيراني أجبرت أن أترك الإيران. ليش؟ لأنك حياتي كان في الخطر. في 30 خرداد بالمواجهات المسلحة مع مجاهدي خلق. طب بعد أسبوع أنا أجبرت أن أترك الإيران. ما علاقتك بمجاهدي خلق أنت؟ لا، مجاهدي خلق بدأوا نزالا غير صحيح. يعني عندما شيخ علي طهراني، أنا ما قلت لك هذا، أقول لك شيخ طهراني ليلة 29 بخرداد قال لي وكتب لي مع زعيم مجاهدي خالق معي في مشهد، وكتب وعندي صوت من علي طهراني بعطيك، حكى معي قال هم الذين يضربونكم أنتم يجب أن يضربوهم، هم إذا قتلوهم أنتم ممكن بإمكانكم أن قتلوهم. يعني الكفاح المسلح بدأ 30 بخرداد، وفقيه رجل الدين أعطى فتوى كان شيخ علي طهراني. علي طهراني الذي هو زوج بدري خانو وشقيقة خامنئي أعطى فتوى بمواجهة الثورة الإسلامية أو الجمهورية، وقتلوا الزعماء طبعا عسكريا، وقال قرآن، قال بأن قرآن يسمحونك لكم يأمرون لكم أذن للذين يقاتلون في سبيل الله، أذن، قال أذن، قال إمام علي يقول رد الحجر من حيث جاء.
ردوا الحجر من زجاج إن الشر لا يطوي إلا الشر. ردوا الحجر من حيث جاء، فالشر لا يواجه إلا بالشر، يجب الرد على الشر بالشر، وهذا ما قاله الإمام علي. وإذا كانوا هم يفتون فأنا أيضا مجتهد وأفتي بالرد عليهم وضربهم، لأنهم يعملون ضد الإسلام. إني أعرفهم جيدا، وبعضهم خبيث بالفطرة، وأشك في دينهم، والله العلي العظيم، إن بعضهم لا يؤمن بالله. شريعتي معلم الثورة الإسلامية للإيران، وأنا كنت معه، ولكن بعدين عندما وصلت إلى فرنسا إلى باريس، أول شيء شفت الكذب وأشياء قال لنا علي شريعتي، أشياء ما كان صحيح أبدا، وغير التاريخ لكي يعمل كل شيء على مرام إسلام، على ما يرام إسلام. أول شيء أنا كنت مع بنته في باريس، وشفت مساري فرنسوية في زمن كان فرانك والآن في يورو، شفت هون كتب ليبرتي إيغاليتي فراترنيتي، شعار الثورة الفرنسية. شريعتي هذا الحرية، وكان يقول أزادي برابري برادري، الحرية مساواة الأخوة. شريعتي قال لنا وكتب في كتاب جهت كيري طبقاتي مجموعة سر رقم 10، كتب بأن هذا الله أعطاني في مخي. أنا كنت نائما وفجأة جاء في مخي وكتبته هذا. أوحي إليه ألهم إليه. كذاب، هذا شعار الثورة الفرنسية ومكتوب في كل مكان في فرنسا، على برلمان، على جامعة، على معهد، كل ما تروح تشوف مكتوب ليبرتي إيغاليتي فراترنيتي. شريعتي كان يسلم الأفكار الماركسية والأفكار الغربية، ما الضير في ذلك؟ هذا كذب. نحن لا نقدر أن نقول بأن النبيذ حرام، لكن حلال لي. مثلا هذا قصة النبيذ، وكان يشرب النبيذ، وكتب حتى كتب النبيذ حلال لي، لأن أنا علي شريعتي دكتور. هذا أين كتب هذا؟ مكتوب حتى صدر في إيران، خرج في إيران. حتى في إيران عندما زوجة علي شريعتي صدر هذا الكتاب من علي شريعتي، وزارة الإرشاد كتبت تحت الصفحة بأن هذا الكلام علي شريعتي قال، ولكن لا يجوز في الإسلام، حرام. موجود هذا. يعني شريعتي السيد نجاح محمد علي، نحن لا نقدر أن ندخل الكذب في حياتنا كبروفيسور كأستاذ في الجامعة. شيئا آخر أقول لك أستاذ، اليوم نقول دكتور علي شريعتي، أنت في باريس، أرجوك روح إلى السوربون، مكتبة السوربون، وأطلب أطروحة علي شريعتي، أطروحة تبعه، مش أطروحة للسوسيولوجي جامعة الشناسي. هو ما درس السوسيولوجي، هو ما درس التاريخ، هو ما درس هنا تاريخ الأديان، هو درس هنا هاجيولوجي. هاجيولوجي، حاجي، حاج، حاج، حاج. لماذا الإيرانيون من معارضة ومن سلطات ومن حكومات ومن مؤيدين يتكدسون في باريس؟ يعني لأن باريس الحرية موجودة في فرنسا يختلف مع الحرية موجودة في بلاد الأخرى، كما إنجلترا، كما أمريكا، كما ألمانيا. هنا لدينا حرية، فلذلك منذ أنا دخلت إلى فرنسا بدأت نشاطاتي السياسية دون أي مشكلة حتى اليوم. ماذا فعلت؟
أنا في البداية بدأت مع أبناء علي شريعتي إحسان سوسان سارة. أنت تهاجم شريعتي وتعمل مع أبنائه؟ قلت لك في البداية كنت معهم، لكن هنا في البداية قلت لكم إنما رأيت ليبرتي إيجاليتي فراترنيتي فتح نافذة في فكري ووجدت شريعتي، وكل ما كان يقول لنا ما مشكل أكثر من كلامه كان كذب. فلذلك أنا ليس كنت كذبا، ربما يكون قد نقل أفكارا من الغرب إلى الشرق. لا حبيبي أنا قلت لك عندما يقول أوحى إلي ليبرتي إيجاليتي فراترنيتي هذا كذاب، عندما هو ما درس سوسيولوجي لا تاريخ أديان يقول أنا درست في باريس هذا 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 كذاب. طيب نرجع إليك. أوكي، عملت مع هؤلاء شريعتي سنة، كنا نصدر الصحيفة، أنا كنت رئيس تحرير تبعه إرشاد. وبعدين لأن كان علاقات مع مجاهدي خلق، يعني أبناء شريعتي كانوا يريدون يتعاملوا مع مجاهدي خلق وأنا كنت مخالف، لأن مجاهدي خلق كانوا يتعاملوا مع صدام حسين وأنا كنت مخالف. فلذلك خرجت أبناء شريعتي من منظمة تبعنا، منظمة صحيفة إرشاد، وحتى اليوم أنا أتابع عن إرشاد بالفرنسية وبالفارسية بس مع فكرة علمانية. بعدين سنة 85 أسست هنا في باريس أول إذاعة حر، إذاعة آفا إيران، حتى اليوم موجود إذاعة آفا إيران. وبعدين بدأت النشاطات الثقافي، حفلات إيراني، مسرح، سينما، حتى اليوم نتابع نشاطاتنا الثقافي وفني في فرنسا وفي طبعا أحيانا في بلاد أخرى. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار. از شعر بقا فی صندوق، لكن بعد 12 سنة، 12 سنة بعد 12 شجريان خرجوا وغنى سنة الماضية. زبان آتش و آهن، من اما پیش این اهری منی ابزار بنیان کن، ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلیل بیز از مهر تو ای با دوستی دشمن، با دوستی دشمن. علي الطهراني هو تلميذ للخميني، هو عضو للمجلس الخبرغان، مجلس الخبراء، أول مجلس الخبراء الإيرانية، وهو أول حاكم الشعر لولاية خراسان، يعني زعيم أحد الزعماء الإيرانية. لكن عندما مات طالغاني، طالغاني كان إمام جمعة للصلاة الجمعة الطهران، طهراني كان يفكر بأنه هو سيأخذ مكان طالغاني في طهران، لأن أنا كنت معه كنا نحكي، قال ممكن أنا بروح إلى طهران بعد الطالغاني يصير إمام جمعة للطهران. لكن بعد أيام سمعنا بأن خميني أعطى طهران إمام جمعة سيد علي خامنئي. علي الطهراني بدأ أن ينتقد خامنئي لأنه هو ليس مجتهداً
وهو ليس خبير ليكون إماما للصلاة الجمعة في طهران، وبدأ مشاكل معه مع خامنئي ومع خميني، وترك محكمة خراسان، يعني ترك بيكون حاكم الشارع للخراسان، ومجاهدي خارج جاءوا عنده أخذه وصار أحد الرجال الدين المعارض للحكومة. هكذا بدأ الاختلاف تبعه. 10 سنوات في العراق خلال فترة الحرب، وسلم الخميني بالبقرة والموصالة وما عندما جاء، لأنه زوج أخت خامنئي لم يفعلوا معه شيء. حتى بدري خامنئي كانت لاجئا مع أولاده في العراق. أول مرة علي خامنئي، علي طهراني، خرج من إيران وراح إلى باكستان. من باكستان هو خبرني بالتليفون، قال أنا راح إلى العراق، إذا أردت أن تخرج أسرتي سيأتون إلى العراق معي. هو كان سنة ونصف في العراق، بعدين بدري خرجت مع 4 أطفال، بنتين وشابين، ومن باكستان السفارة العراقية أخذهم ودغري إلى العراق. وفي العراق علي طهراني كل يوم، كما قلت أنت، كل يوم كان يحكي في الإذاعة العراقية ضد الإيران، ضد خميني، ضد الحكومة الإسلامية، وحتى مشان الحرب كان يقول بأن صدام بدأ الحرب ضد إيران، علي طهراني. وبعد ما انتهت حرب مات خميني، علي خامنئي جاء صار زعيما للإيران، فلذلك عمل اتصالات مع صدام حسين خامنئي وطلب منه أن يخرج أخته وعلي طهراني من العراق. بدري أراد أن ترجع إلى إيران، أنا باتصال معه، قال أنا بروح بس شيخ ما يجي معنا. شيخ قال لي أنا أريد أن أروح إلى أمريكا وقدم طلب لجوء سياسي. قلت ليش ما بجي إلى فرنسا؟ هذول أحكي معك كل سجلته، يعني أشرته موجودة عندي. مخابرات العراق كانوا يأخذوا طهراني في لجنة، وفي من لجنة بغداد، وكان يحكي معي وأنا هون في استديو إذاعة تبعي، سجلت كل هذه المكالمات. طهراني قال لا، أنا في فرنسا ما لا أريد، أريد بس إنجلترا أو أمريكا. قلت أنا إنجلترا ما علاقة معهم، حتى حكينا مع نوري زادة هو ما استطاع أن يعمل شيئا. فأنا اتصلت بالأمريكيين، وأمريكيين قبلوا أن بعتوا لجوء سياسي لعلي طهراني. حكينا هم جاءوا هون في شانزليزي 66، حكينا قالوا أوكي هذا الشخص نحن نعطيه اللجوء السياسي لأمريكا. لكن بعد أسبوع جاءوا عندي قالوا مسي عباسي، مستر عباسي، ليش ما قلت لي حقيقة؟ سألت شو ما هي الحقيقة؟ قال علي طهراني هو زوج أخت خامنئي. قلت كل العالم يعرف هذا، أنتم أمريكا سيا ما كنتم بعرفوا هيك؟ اليوم الأول قلت لكم هو أسرة مع علي خامنئي. قال لا لا لا، الآن أمريكا هو قال لنا هاي مشكلة، هاي مشكلة، نحن عندنا علاقات طيبة مع إيران. أمريكا يقول هيك، عندنا علاقات طيبة مع إيران، إن إذا أخذنا هذا الزلمة بيصير لنا مشاكل مع إيران، ما بدنا مشاكل مع إيران، نحن مع رفسنجان كويس حاليا، ما بدنا مشاكل، لا نقدر نأتي. وأنا خبرت علي طهراني، قلت آسف هم رفضوا أن بعطيك الرجوع السياسي، هل تريد أن تأتي هون؟ قال لا أبدا. وبعد أسبوع هو رجع إلى إيران. هو رجع إلى إيران، أنا قلت لك السيد نجاح محمد علي بأن هو أعطى فتوى لنقتل زعماء الإيرانية، وهو بمدة تقريبا 8 سنين من إذاعة بغداد كان يحكي ضد الحرب، ضد الخميني، ورجع والآن جالس في بيته مع زوجته مع كل، والشبابنا يوم من اليوم يسقطون على الأرض ويقتلون شبابنا، لكن هذا الناس يعيشون.
فال میگیری؟ آه داره فال حافظ رو میگیره. فال حافظ، حافظ. إني رأيت الدهر من حجرك القيامة من جرب المجرب حلت به الندامة هرچند كازمودم از وی نبود سودم من جرب المجرب حلت به الندامة هذا حافظ الشيرازي حافظ الشيرازي منذ أسست إذاعة أضاء إيران طبعا إذاعة تبعنا حتى اليوم كان إذاعة معارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى اليوم بعدين منذ 99 بدأت تلفزيون مهر وهذا تلفزيون كمان تلفزيون معارضة بس معارضة تبعنا سيد نجاح محمد علي ليس بس معارضة سياسية معارضة فكرية كمان طبعا معارضة يجب أن يكون سياسيا وثقافيا يعني إذا معارضة ما كان ثقافيا بس كان سياسيا لا نقدر أن نغير الأعشاب في بلد لأن السياسة طبعا دائما يتغير مع الأشخاص لكن الثقافة يبقى الثقافة الإسلامية إيرانية اسمه ولاية فقيه هذا ولاية فقيه كل مسلمين العالم ضد هذا الفكرة فلذلك نحن منذ بدأنا أن نكون معارضا للرجال الدين الإيرانية بدأنا أن ننتقد ولاية فقيه ننتقد الثقافة الحاكم في إيران يعني أنت لا تقدر أن تكون معارضا بس بالكلام السياسي لازم تكون معارضا بالفكر تفكر فلذلك نحن بدأنا أن نأتي أشياء إلى الشعب الإيراني بدل أشياء نأخذ منهم إسلام سياسي نحن ما بدنا إسلام سياسي بدل إسلام سياسي بدنا حكومة سيكولار علماني ولكن مع فكرة إنسانية مش فكرة سياسية سياسية يخرج من الإسلام لأن الإسلام ما يجا أي دين ما يجا من أجل الحكومة هل أنتم تريدون من الدول الغربية أن تساعدكم لإسقاط النظام أو لتغيير النظام أو للضغط عليه لتغيير سلوكه فيما يتعلق بحقوق الإنسان أنا أعتقد أستاذ نجاح بأن الدول الغربية لا يريدون التغيير في إيران فلذلك أبداً نحن لا نطالب أنا لا أطالب المساعدة الأجنبي أبدا ما طلبت هذا أنت صديقي وتشوف كيف أنا بشتغل هون وكيف أنازل يعني أنا رفضت منذ بداية حتى اليوم أن أأخذ قرشا من أجنبي حكينا عن شيخ علي الطهراني وحكينا عن أخت علي خامنئي هذول شاهد هذول يعرفون بأن في زمن صدام علي طهراني بعث هنا أشخاص لكي أنا أروح إلى العراق مع مجاهدي خالد مثل المجاهدي خالد حتى إذا إجا قنصل العراق في زمن صدام حسين أنا دائما رفضت أن أأخذ مساعدة من أجنبي أنا أنا لا أحكي من الآخرين فلذلك أنا أعتقد بأن الأجانب لا يريدون حرية من شان إيران الأجانب يريدون بترول الإيرانية السلطة على إيران يريدون شوف ماذا يعمل في العالم وماذا يعملون الأجانب من أجل إيران نحن قلت لك قضية بريطانيا وبي بي سي ضد الشاه وأنت تعرف قصة غوادلوب غوادلوب فلذلك أنا شخصيا أعتقد أنا أشكر الفرنسا لأن هنا فرنسا صار لي بلد تاني أعيش ونازل وتعب لكن حتى من فرنسا أبدا أنا لا أطلب مساعدة من أجل الكفاح والنزال تبعي ضد النظام الإيراني نحن يجب أن نعتمد على قوة الشعب وقوة الشعب وقوة الشعب
منذ 32 سنة كل يوم كان انتخابات في داخل إيران. هذا النتيجة ما كان نتيجة الأصوات الإيرانية، لكن في هذه القضية 44 مليون شاركوا في انتخابات. أنا مش موافق مع موسيو موسوي، سيد موسوي، لا مع سيد كروبي، لا مع سيد خامنئي، لا سيد رفسنجاني. لماذا؟ لأن هذول كلهم نحن جربناهم، ولكن قليلا من الشعب وكثيرا من الشعب صوتوا بهذا الناس وهذول ما احترموا. فلذلك أنا أقول لك سيد نجاح، ماذا قمت أنت؟ نحن كنا مع الشعب، ولكن لم أكن مع موسوي لا مع كروبي. الشعب الإيراني اليوم يقول بأن أنت تعرف أحسن مني، يقول موسوي بهانة است، يعني موسوي ذريعة، ذريعة، يعني موسوي مش هدف. موسوي لأن كان رجلا من الحكومة. أنت حسن عباسي سيامشي أفيستا غيرت اسمك، وابن رجل دين، وأبوك كان يلبس عمامة، أنت ليش تلبس هذه القبعة؟ هذا قبة إنه قصة. تعرف في إيران في قصة يقال بأن كلاه سرم نظرا لا يلبسوننا كلاه كلوشة كلاو كلاو. منذ جاء قصة يعني وضحها، كلاه سرما نظرا نظرا كلاه سرما نظرا. قريبا منذ سنتين الجمهورية الإسلامية الإيرانية أراد أن يضع كلاها على رؤوسنا، وهذه مع قصة موسوي وأخضر، يعني تخدعكم طبعا، يعني الخدعة. إيراني يقول كلاه سرما نظري. هذا الخدعة، خدعة أخضر، خدعة موسوي. أنا لكي شعبنا لن تنسى بأن هذا الموسوي تنطلي عليه الخدعة، خدعة حطيتها، لبست نفسك كلاه كلاه. أنا ودائما أنا أقول مواظب باشيت كلاه سارتون ناري، كونوا حذرين لكي لا يخدعوكم ويلبسوا رؤوسكم كلاوات، لأن 17 مليون راهوا وصوتوا موسوي دون أن يعرفوا من هو موسوي. أكثر من 17 مليون مشان موسوي، هذول يقال 20 مليون صوتوا موسوي. هل موسوي من هو؟ موسوي هو رئيس الوزراء، وزير الخارجية، تلميذ لخميني. من بداية الثورة حتى الآن آلاف الناس قد قتلوا، وهو كان رئيسا للجمهورية، رئيسا لدار الثقافة، وهو عضوا من هذا النظام. فلذلك هذا كلاه سرمون نره. آخر شيء بدنا مشان إيران، بدنا بلد حر دون رجال الدين، دون الإسلام على السلطة، والشعب يعيش كما يريد مثل هذا الناس. شوف أنت مبسوط هنا؟ أنا تعرف مرتاح هنا، ولكن مش مبسوط. أنا مبسوط في بلدي.